أكد الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية في كلمته بمؤتمر المعارضة الإيرانية المنعقد في باريس أن الحكومة الإيرانية أكبر راع للتطرف والإرهاب في العالم، وقال إن هذا المنتدى يلتقي فيه أبناء إيران الذين تركوا إيران من ظلم حكم ولاية الفقيه مع ممثلين من كثير من دول العالم التي عانت من إرهاب هذه الحكومة، وإن هذا اللقاء هو لتذكير العالم بجرائم هذا النظام ضد مواطنيه وجيرانه وتهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأضاف الفيصل أن دول مجلس التعاون في الخليج العربي وجارتها إيران كانت في حالة تعايش حتى جاءت ثورة الخميني في عام 79، وتبدلت الأحوال حين سعى الخميني وأتباعه إلى استبدال التعايش بالصدام وما عرف بسياسات تصدير الثورة، حيث تم استبدال منطق الدولة بمنطق الثورة الذي يخفي وراءه رغبة توسعية جامحة، وبات من الصعب إذا لم يكن من المستحيل أن نتفاهم بمنطق الثورة والانقلاب لا بمنطق السياسة والدبلوماسية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وأصبحت الاستراتيجية الخارجية لقيادة ولاية الفقيه هي إحلال فكرة الانقلاب والاضطراب على فكرة الاستقرار. وأوضح أن الخميني ما أن وصل إلى طهران حتى انقلب على جميع حلفائه الذين هم من قاموا بالثورة واضطهدهم بالسجن والاغتيال والإعدام، مضيفا أن الخميني وعد الإيرانيين بالديمقراطية وأن النظام يتشدق اليوم بأنه عقد انتخابات، فما معنى هذه الانتخابات التي لا يدخلها إلا من يزكيه الولي الفقيه؟ كما أكد الفيصل أن سلوك النظام في طهران لا يؤهله أن يكون نظاما ديمقراطيا، بل أن سلوكه هو سلوك دموي وديكتاتوري، وأشار إلى أن عمليات الإعدام التي نفذها جزار النظام الإيراني ذهب ضحيتها آلاف السجناء الإيرانيين عام 88 سوف تبقى لعنة أبدية على هذا النظام وقياداته، وهي تثبت أنهم مجرمو حرب يجب أن يقدموا للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية. إلى ذلك دعت شخصيات مشاركة بمؤتمر المعارضة الإيرانية المنعقد في باريس إلى دعم نضال الشعب الإيراني من أجل التغيير وإسقاط نظام طهران. وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن التصدي لداعش يتطلب إسقاط نظام طهران. كما رحبت رجوي بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض وقالت إن مواقفها جاءت ضد أعمال النظام الإيراني الإرهابية والمزعزعة للاستقرار. لا رهان على النظام الإيراني الحالي وسنبقى متمسكين بضرورة إسقاطه، هذا باختصار ما أرادت أن تؤكد عليه مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في باريس، والذي انعقد بمشاركة عشرات الآلاف من أبناء الجاليات الإيرانية في دول العالم، الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا بشكل خاص، ومعهم أصدقاء من هذه الدول. وبالنسبة إلى مريم رجوي فإن تدخل هذا النظام في سوريا والعراق واليمن سيضعفه خلافا لما يظن البعض. نرى أن إيران مفتعلة للمشاكل في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع، حان الوقت ليتوقف ذلك، والحل الوحيد يكون بتغيير النظام في إيران ليكون نظاما ديمقراطيا. البحرين والسعودية من بين الدول العربية التي انطلقت منها شخصيات سياسية لتشارك في المؤتمر. مشاركة مجلس النواب البحريني في هذه التظاهرة الكبيرة إنما تأتي لدعم وتأييد منظمة مجاهدي خلق في رفع الظلم عن الشعب الإيراني من قبل نظام الملالي في طهران. المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية شكل مناسبة لتناول مسار النظام الإيراني الحالي منذ ولادته. الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز الذي حضر المؤتمر داعما للمعارضة الإيرانية أكد على أن الخلاف مع النظام الإيراني يكمن في تضاد مفهومي الدولة والثورة. إن هذا اللقاء هو لتذكير العالم بجرائم هذا النظام ضد مواطنيه وضد جيرانه وتهديده للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
مشاركة لافتة فاعلة للمعارضة السورية في هذا المؤتمر، وقد بدأ المؤتمر في بعض محطاته وكأنه مؤتمر خصص لها. في مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي الجديد رسالة إلى العالم بأن إيران لا يمكن حصرها بعنواني المتشددين والإصلاحيين، وبأنه يخطئ من يراهن على الوقت لإضعاف المعارضة الإيرانية. محمد حجازي، تلفزيون مملكة البحرين، باريس.